في الفيديو ده هنتكلم عن قطاعات الستيل او السيفل دروينج او اللي هي الرسم المدني. الرسم المدني او السيفل دروينج هنتكلم فيه عن الستيل سيكشنز. ايه هي الستيل سيكشنز دي؟ هي قطاعات من الستيل هتلاقيها في الغالب موجودة في الكباري، زي مثلا كوبري قصر النيل هتلاقيه مكون من قطاعات ستيل، ما بتبقاش قطاعات خرسانة، بتبقى بديلة لقطاعات الخرسانة. قطاعات الستيل في منها البليت او اللي هو بيكون اللوح المعدني، في منها حرف الاي او اللي هو بسميه الاي بيم، في عندي قطاع حرف السي، في عندي قطاع حرف ال، في بعض القطاعات التانية اللي يعني دول الاشهر، الاربع قطاعات دول الاشهر استخدامهم. بعض القطاعات التانية زي الزد سيكشن او زي التي سيكشن، دول بيكون نادر استخدامهم شوية. طيب بالنسبة للقطاع الاولاني هو القطاع بتاع البليت. قطاع البليت او اللوح المعدني بيكون مديني الدايمنشنز بتاعته بي في تي. البي بيكون العرض بتاع اللوح المعدني، والتي هو السمك بتاع القطاع ده. التي او السمك بيكون بطول بكامل طول البليت، والعرض نفس الكلام. طيب البليت ممكن في على حسب الرسمة ممكن يكون محدد له طول وممكن لا، يعني ممكن ال دي تكون جيفن وممكن لا على حسب الرسمة. في الرسمة لو هو محدد لي طول البليت هيرسم لي ان ال بتاعته بتساوي كذا سنتي او كذا متر، تمام؟ انما لو مش حاطط عليها طول يبقى الطول بتاع البليت ده انفاينايت وملوش طول محدد. طب انا دلوقتي مش هرسمه هو بالمنظر ده في ال 3D، ده بليت في ال 3D، انا مش هرسمه 3D، انا هرسمه هو في الثلاث مساقط بتوعه. ايه هما الثلاث مساقط؟ هبص له، لو انا هبص له مثلا من الاليفيجن او من سايد فيو او من البلان. طبعا ممكن يختلف في الاليفيجن والسايد فيو والبلان، مش شرط يبقى ده الاليفيجن دايما، ممكن يبقى في المساله حسب المساله ده هو الاليفيجن او ده هو السايد او هو ده البلان، على حسب البليت جاي معمول ازاي في المساله، مقلوب ولا معدول ولا جاي من ناحيه اليمين ولا جاي من ناحيه الشمال. طب لو انا افترضنا هنا في السؤال ده ان ده هيكون هو الاليفيجن بتاعي، طب عشان ارسم الاليفيجن بتاع البليت ده هرسمه ازاي؟ لازم يكون مديني العرض والسمك بتاعه، العرض اللي هو البي والسمك اللي هو التي. فمثلا لو مديني مثلا البليت ده العرض بتاعه 100 في سمك مثلا 10، فهاجي في الاليفيجن واروح راسم ادي العرض المية، طبعا هتبقى المية دي بالملي او على حسب السؤال، تقرا في السؤال هو مديلك الدايمنشنز بالايه، بالملي ولا بالسنتي، لازم تقراها كويس عشان تعرف ترسمها صح. وفي الغالب بيطلب منك سكيل 1 تو 1، لو مثلا طلب سكيل 1 تو 2 فهنشوف هنعملها ازاي، هنظبط السكيل ازاي، او 1 تو 5 هتظبط السكيل ازاي، تمام؟ طب في الكيس دي لو انا هشتغل 100 في 10 والسكيل بتاعي 1 تو 1 يبقى هاخد 100 ملي في 10 ملي، دي كده ال 100 ملي، وبعدين سمك البليت هيكون 10 ملي، تمام؟ ده كده الاليفيجن بتاع البليت. ممكن بقى نحط نزود عليه الدايمنشن، اكتب هنا كده ان ده 100 واكتب كده ان ده 10، ده لو انا باصص له من الاتجاه ده. طب لو انا باصص له من الاتجاه ده او طبعا من الناحيه الثانيه، هنا هو هيبقى سيمتريك من اليمين زي الشمال، لو انا باصص له من هنا هتشوف ايه في السايد؟ لو ده كده الاليفيجن، انت خدت دروينج وانا فاهم يعني ايه اليفيجن ويعني ايه سايد ويعني ايه بلان. لو انا ببص للسايد من الناحيه دي هرسمه الناحيه دي، لو انا ببص للسايد من الناحيه دي هرسمه الناحيه دي، يبقى انت بتبص له من ناحيه وبترسمه في الاتجاه التاني العكس، تمام؟ من الاليفيجن هسحب نفس السمك بتاع البليت، هو هيبقى نفس السمك في السايد، انت باصص له من الناحيه دي هتشوف نفس السمك اللي هي العشرة دي. طب وانت باصص للبليت من الناحيه دي من الاتجاه ده كده، هل هتشوف البي؟ لا، انا البي شايفها من الاتجاه ده، يبقى لما ابص لها من الاتجاه اللي في الجنب التاني هشوف التي وهشوف ال. طب على حسب، لو انا كان مديني ال هحدد بدايه ال واقيس هي قد ايه واحطها. طب لو مش مديني طول ال، انا معرفش طول ال قد ايه، فبعملها بخط قطع كده بسميه خط قطع، بيبقى عامل زي داش دبل دوت. معنى ايه الداش دبل دوت ده؟ يعني انا معرفش طول البليت ده هيكون قد ايه، طول البليت معرفوش قد ايه، المسافه دي معرفهاش اللي هي نفس الطول ده. يبقى وانا باصص للبليت من هنا شفت البي في التي، وانا باصص للبليت من الجنب التاني من الناحيه دي او من الناحيه دي مثلا هشوف التي اللي هو السمك ده، وهشوف الطول اللي انا مش عارفه بكام فهعمله باي طول، تمام؟ لو هو مش محدد لي الطول فهعمله باي طول. طب لو انا ببص على البليت ده بقى من فوق في البلان، يعني كاني ببص عليه من هنا كده، هتشوف ايه؟ الاليفيجن والبلان هيشتركوا في العرض، فهنزل بنفس العرض. انا كده نزلت بنفس العرض، لما ابص على البليت ده من فوق هشوف العرض، تمام؟ طيب طوله بقى لجوه قد ايه؟ البليت ده داخل، ده الاليفيجن بتاعه، الاليفيجن ده طوله داخل لورا قد ايه؟
كأني بالظبط باصص عليه من فوق، من هنا كده، من هنا هبقى باصص عليه من فوق، هشوف ايه؟ هشوف العرض اللي هي المسافة دي، والطول اللي انا مش عارفه. يعني لما اجي احدد الطول هحط اي طول. يبقى هقفله ازاي الطول ده؟ داش دبل دوت داش دبل دوت. تمام كده. يبقى ده كده سايد فيو، وده كده بلان. تلاحظ ان في كل سايد او في كل فيو لازم يبان لك بعدين. هنا بان البعد بتاع التي والبعد بتاع البي، هنا بانت التي ومعاها ال، هنا بانت البي، البي اللي هي من هنا لهنا، المسافة دي كده هي البي، والمسافة من هنا لهنا ال. يبقى هنا دي بي في تي، ودي تي في ال، ودي بي في ال.